Cena.com, on TuneIn, on Smart Speaker, and at 102.3 FM. Cena Radio, every device, everywhere. The following program does not necessarily reflect the opinions of the management, staff, or advertisers of Cena Radio. كل مرة بنتلاقى بحدا بيسألنا شو الأخبار. تابعونا كل نهار أربعة الساعة 3 بنتناقش ونتحاور ونسلط الضوء على أهم المواضيع اللي بتخصنا كلنا بتجرد وموضوعية. برنامج شو الأخبار مع حسين هاشم كل نهار أربعة الساعة 3 على راديو سينا 102.3 FM. تابعونا لتعرفوا شو الأخبار. تحياتنا لكم مستمعينا على الموجة 102.3 FM ومشاهدينا من واتساب ميديا نتورك على الفيسبوك. معكم حسين هاشم ولقاء متجدد كل نهار أربعة من الساعة 3 للساعة 4 بمواضيع متعددة بتخصكم وبتخص عائلتكم وبتخصنا جميعا. اليوم مواضيعنا رح تكون خاصة بالطلاب خصوصا وبالمدارس وبالأهالي، وبنتحدث عن موضوع البولينج ان سكولز، بدنا نتحدث عن المومو تشالنج اللي طلع على اليوتيوب، بدنا نتحدث كمان عن ستاندرايز تيستينج اللي بيصيروا بالمدارس، الامتحانات اللي بيعطوها للطلاب، والعديد من المواضيع اللي بتخص الطلاب بالمدارس والاهالي وعلاقه الاهالي بالطلاب وكيفيه حمايه الطلاب من اي شيء بيحصل معهم على السوشيال ميديا خصوصا. فحلقه غنيه بالمعلومات وحلقة غنية بالأفكار، فضلوكم تابعينا من هلأ لآخر الحلقة. ضيوفنا هني رح يكونوا جاكلين زيدان، هي Community وSchool Liaison، وزينب هاشم، She's a Manager for Educare Student Services. قبل ما نفوت بموضوعنا منحب نتشكر الاسبانسرز تبع واتساب ميديا نتورك اللي هني المحامي حميد دكروب، State Planning and Probate Attorney، Applied Modern House دكتور مو هزيمي، Big Race Quick Loop on Oakman and Ford Road بديربون، وأسواق البلد Ever Fresh Market الموجودين على Ann Arbor Trail بديربون هايتس. النقطة الثانية Big Rays الموجودين على Ford وOakman بديربون، they're looking for employees. هني عندهم oil change وبدون employees، لازم يكون عندهم experience خبرة الemployees، ولازم يحكوا عربي. حيلا واحد is interested انه يعبي على هيك الجاب، في دق على رقم التليفون اللي هو 313-582-0404. فحيلا واحد بحب انه يشتغل وعنده الاكسبيرينس المطلوبة بيحكي عربي بحب يشتغل عند Big Rays Oil Change الموجود على Ford Road وOakman، في دق على 313-582-0404. وبنحب نذكركم ايضا انه الحلقات كلها اللي نحن بنعملها والستوريز والنيوز ريبورت وكل شيء نحن بنعمله على واتساب ميديا نتورك موجود عنا على الويب سايت. You just go to، بتروحوا بس على www.whatsappmedianetwork.com وفيكم تشوفوا كل البرامج اللي نحن بنعملها، كل الريبورتس النيوز ريبورت البرامج وكل شيء بدكم اياه نحن عاملينه موجود هونيك. كمان فيكم تعملوا ساين اب للنيوز لتر اللي هي بتطلع مره بالجمعه وبتوصلكم عبر الايميل. النهار الجمعة رح يكون على الساعة 6:30 على صفحتنا على الفيسبوك حصرياً على الصفحة على الفيسبوك. هيدا برنامج بيعمله أسبوعياً الإعلامي عباس بخضر الساعة 6:30، وسوف يتناول عباس موضوع الدراجز بالكوميونيتي، الإدمان على المخدرات وتأثيرها على الأهالي بالعلاقات بين الأهالي وأولادهم. ففيكن تحضروا هذا البرنامج حصرياً على صفحتنا على الفيسبوك واتساب ميديا نتورك نهار الجمعة، هيدي الجمعة الساعة 6:30. ضيوفه رح يكونوا الدكتور غدا عبد الله والأستاذ فائق عبد الكاظم ناصر الأسدي، أستاذ بالعلوم الكيميائية وبالإدمان. موضوع كتير مهم نتمنى أنه تحضروه كمان موجود. كمان نهار الجمعة الساعة 6:30 جمعية Educare for All الغير ربحية منظمين إيفنت اسمه EduTalk. هيدا الإيفنت بنعمل شهرياً بهيدا المحل، رح يكون هلأ بديترويت كيت سيتي الموجود بوست ديربون، والموضوع مسمينه هني put your phone down، بدهم يحكوا على أهمية أنه تاخدوا ولادكم يعملوا activities ويلعبوا أحلى ما أنه يحملوا تليفوناتهم يلعبوا جيم على التليفونات وهيك شغلات. والمتكلمين رح يكونوا أصحاب الديترويت كيت سيتي اللي هني فؤاد بزي ومرته أمل بكري. فكمان إيفنت كتير مهم للأهالي لحتى ياخدوا ولادهم، وهيدا it's a free event يعني مجاني، فين ياخدوا ولادهم لهونيكي والعيال فيها تروحوا تحضروا ويسمعوا
من المتكلمين عن هذه أهمية إنه الأولاد يكونوا involved بphysical activities أحلى ما يكونوا قاعدين على التليفون من الصبح لعشية. وآخر شيء الإعلانات الموجودين عنا، حيلا واحد بيحب إنه يتواصل معنا ليطرح علينا موضوع أو يعطينا فكرة أو ليعمل advertising أو ليعمل sponsor لحيلا من الشوز اللي نحن بنعملهم كنا على راديو ولا كنا موجودين على صفحاتنا، في يتواصل معنا على 313-258-6799 313-258-6799. هودي أرقام التليفونات كلها عم تمرق عنكم على الشاشة اللي عم يحضرونا على فيسبوك، وأنا بشجعكم أن تروحوا تحضرونا على فيسبوك لتشوفونا صوت وصورة وتشاركوا معنا بأراءكم وبتعليقاتكم وبسؤالاتكم على الفيسبوك. ففيكم تتركوا بالكومنت بوكس حيالة سؤال أو تعليق عنكم إياه. اللي بيحب يشاركنا بموضوعنا اليوم بالحلقة هيدي الحلقة اللي نحن عاملينها اليوم مع جاكلين وزينب، فيكم تدقوا من ديترويت على 313-769-6666 ومن وينزر كندا على 519-256-1023. وكمان هودي أرقام التليفونات عم بيمرقوا هلا على الشاشة، فيكم تشوفوهن إذا ما لحقتوا تكتبوهن. جاكلين زينب أهلا وسهلا. أهلين فيك. موضوع كتير مهم نحن رح نحكي عنه، رح نحاول قبل ما فينا نحكي بالعربي، وإذا بدك مرقوا إنجليزي إتس فاين، بس لأنه مش مستمعين على الراديو أكثر شيء عربي فيه. فالموضوع أول واحد بدنا نبلش فيه هو موضوع شو السبب اللي بيخلي الطلاب to bully other kids in school. فبدنا نبلش بهذا الموضوع bullying in school، شو الباكراوند تبعه، شو اللي بيخلي الطلاب هن يعملوا bullying and how can we solve it. رح نبلش بأول قسم منه، إنه شو اللي بيخلي الطالب، هلا بالعربي الترجمة الحرفية بيقولوا بلطجي على ولد تاني، هلا أنا ما بحب هذا الكلمة، بس إنه يأذي طالب تاني كأنه لفظياً ولا جسدياً ولا بحي الله طريقة. إنه شو السبب جاكلين، خليني بلش معك، شو السبب بيخلي طالب يتصرف بطريقة عنفية اتجاه طلاب آخرين بالمدارس حسب خبرتك بالمدارس؟ أول إشي I'm not a psychologist, I'm not a psychologist. أكيد نحن عم نحكي حسب خبرتنا نحن. Yeah, بس حبينا بس نحكي هالشي. بس that's a good point by the way. Yeah, إحنا عم نيجي من هدف كأم كحدا اللي عم بيشتغل مع الطلاب صار له حوالي 10 سنين. So كلمة البولينج على فكرة you know we don't like the word bullying على فكرة. I think that's such a negative word to use to solve something so horrible. So على فكرة every case I believe يعني أنا بالنسبة لي كل مشكلة is different, every situation is different. And I think you need to assess the situation. يعني الواحد يفهم القصة على الجهتين، لأن الواحد إذا ما فهم الجهتين you can't solve the situation. هل يا ترى ال behavior العنفي اللي بيخلق عند الولد، هل يا ترى سببه هو البيت أو يا ترى الرفقة الموجودة حوله؟ طبعاً بتكون سبب كتير. بيجوز سبب من البيت، بيجوز سبب a situation, something that happened in their life, not necessarily يعني مش شرط إن تكون من البيت. So obviously bullying comes from a horrible situation or that has happened to somebody in their life. Okay. وبعد it could either be negative or positive على فكرة. You know, it doesn't necessarily mean يعني what I meant by that is يعني somebody that bullies could have been bullied themselves. And ممكن هني يكون حدا تعرضوا لنفس الموضوع فبيحاولوا. زينب شو رأيك بهذا الموضوع؟ أنا بدي أحكي بس عن الإكسبيرينسز اللي إلي مع التلاميذ اللي بيجوا على الأدجيكير. في أولاد ما بيعرفوا قديش بتأثر على أولاد التانيين اللي عم يعملوا bullying. فعندي ولد the past week إجا لعندي وسجل عندي، فكذا تلاميذ إجوا قالوا لي إنه هذا الولد بالمدرسة منوش كتير منيح وبيعمل كذا كذا. فحكيت معه وقلت له التأثير اللي هو بيعملهم مع الأولاد التانيين، وما عرف هو قدي بتأثر عليهم للأولاد. فبس أعطيته البرسبكتيف وعار شوي بالهي بال إنه تأثير اللي هو بيعمله على الطلاب الآخرين. بس فرجيته، جبت الأولاد كله مع بعضهم بالأوفيس وفرجيته إنه التأثير عم يعطيهم إياه هني بحياتهم. واحدة منهم she wanted to actually commit suicide because of his reasoning for bullying her. فبس عرف التأثير اللي هو عم يعملها فهي stopped. هلا إذا أريحلكم تحكوا إنجليزي حكوا إنجليزي. أوكي. أنا بترجم بالعربي. أوكي. بس حتى يوصلنا الأيديا المزبوطة عم تفكروا فيها، لأنه بديش تقولوا إنه شيء كله مش مزبوطة أو مش معرفينها مزبوطة. Yeah. For the whole point is he understood the whole reasoning behind it and he hasn't bullied since then, which I'm very happy about. And it takes an adult for them to stop bullying. Remember, kids cannot stop bullying. I heard it a lot from different people. At least
not younger kids. They can't stop bullying because it becomes part of like a group of them being set off, and they become part of that whole bullying asset. And if you stand up for someone, that you then they start bullying you. I just think adults handling it would give a better better result. It's something cool to do. Obviously, it depends on the situation. There are times where you some kids do it to validate themselves. That's a given. I know for me personally, in my experience, and probably you know that's where I can speak to, is that like I've had situations where I've dealt with, and I think the one most critical point that one must do when you bring both parties or both principals into a situation is I've always made it very clear that no one here. Nobody's pointing fingers. What we're here for is to respect the space of conversation, but also understand that we need to hear each other out. And so I know, like, the if not a large percentage, if not most of the time, I always walk away with a very positive end result, because while that person was bullying. And the person that was being bullied, the one being bullied understood and heard, and the other one also was heard. Okay. So was heard. And that makes a big difference. هلا إذا بدنا نتحدث عن طريقة مواجهة هذا الموضوع، عن طريقة علاج هذا الموضوع. بنبلش بالبيت نحن، خلينا نبلش بالبيت كيف فينا نعالجه، بنروح على المدارس لنشوف كيف فينا نعالجه. إذا نحن بدنا نقول نحن أهل بنعرف إنه ابننا في حالتين، أول شيء ابننا is getting bullied، وعندنا الحالة الثانية ابننا أو بنتنا is bullying somebody else. خلينا نبلش بالحالة الأولى، my son or daughter is getting bullied. How do I act upon it? Is getting bullied. It's getting bullied. I never make my child feel like it's their fault for getting bullied. That's the one thing that people need to understand. I need them to make them feel like this is not their fault, and we're with them 100%. Empowering Their ability to stand up for themselves and to say that I am not the reason of the other person's actions. The other side of it? So, I mean, obviously, you know, it's always empowering the individual, validating him and giving them a secure, confident belief in themselves that this situation is not their fault. You know, obviously, I think we're on the same page as that. But also, how do I handle it, yes, you know, please. Is about being... really, as a parent, if I'm, you're saying, right, so I, as a parent, when I talk to them, well, you know, maybe we need to find out why this person is doing what he's doing. Okay. So maybe being a little bit empathetic to showing that your child to be a little bit empathetic and maybe understanding, but at the same time, not losing your confidence and your understanding that what this person is doing to you is not your fault. Okay. عم يسألنا على إنه the connection it keeps on and off. زينة, are we connected to Wi-Fi or are we connected to the phone? It doesn't appear. Kelly, كيف فينا ناخد break? بدي I want to make sure everyone is able to إنه يحضرنا. خلينا ناخد break قصير ونرجع للحلقة بعد إذا نكون. مرة نتلاقى بحدث يسألنا شو الأخبار. تابعونا كل نهار أربعة الساعة 3. برنامج شو الأخبار مع حسين هاشم كل نهار أربعة الساعة 3 على راديو سينا 102.3 FM. تابعونا لتعرفوا شو الأخبار. تسألوا نحن مين؟ موقع شو الأخبار؟ موقع أخباري ترفيهي مش لحدا لكل حدا، يشتغل مثل خلية نحل بيغطي أخبار الجاليات بميشيغان والعالم، تقارير إخبارية، برامج حوارية مباشرة، تغطية للمناسبات، برامج منوعة، إعلانات بالإضافة إلى إعلانات فرص عمل. موقع شو الأخبار؟ عالمك الصغير الكبير ليوصلك كل شي جديد. تابعونا الآن. مستمعينا من 102.3 FM ومشاهدينا على واتساب ميديا نتورك على الفيسبوك بنقول لكم بحلقتنا اليوم وموضوعنا عم نتحدث عنه. بنحب نذكركم اللي بيحب يتواصل معنا ويشارك بالموضوع اللي نتحدث فيه في دق من ديترويت على 313-769-6666 ومن وزن كندا على 519-3333.
256-1023 أو فيكم تتركوا السؤال بالكومنت بوكس على اللايف ستريم الموجود هلأ على الفيسبوك. كنا عم نحكي قبل الإعلان زينب وجاكلين عن قصة البولينج, وأعطينا مثلين إنه ولد is getting bullied والتاني is إنه هو is bullying somebody أو هي she's bullying somebody. هلأ قلنا نحن عن إنه لو حد راح قال لأهله إنه أنا I'm getting bullied, فهمت كيف؟ Let's say إنه البنت أو الصبي بيستحوا أو بيخافوا ما قالوا لأهلهم. How could parents find out if their kids, and there is an issue, مش بس bullying, there is an issue with their kids at school? Well, I mean, there some of the tail signs of if you, you know, suspect that your child is being bullied is the given. One, is it, you know, possibly eating habits are changing, sleeping habits are changing, grades are changing, you know. هذه نقطة مهمة, by the way, إذا grades تبعه كان هو تلميذ grades are changing, even the mannerisms and how they talk to you, if they never spoke to you in a certain way before and now they have. So those are pretty much, you know, outside of the realm of the professional field and licensing field, things on the surface that I know of, you know. Yeah, that those are some of the tail signs that you would notice. I mean, if I saw that my child was, you know, the grades are dropping when they were, you know, up here and now they're down here, you sort of have to, you know, acknowledge and sort of dig into why. هلا نفوت على اختصاصك, هلا انتم كمدارس كيف تتعاملوا مع انه حاله انه في طالب عم بيعمل له بولينج او هو عم بيعمل بولينج لحدا؟ How does the school act upon it? Honestly, we're so good at that. That's the one thing about our district that I'm really proud of. We're always paying attention. I think a lot our staff and, you know, across the board, we're so empathetic and we have such big hearts and we notice, right? So if you see a child walking down the hallway that looks upset, or if you see, there's been numerous times where I've seen a girl or a boy or whoever just walking down the hallway that are extremely upset. Very good. You don't obviously walk by them. The first key goal is you bring them to your office, you pull them aside, you make sure everything's okay. I've had numerous times where that has happened. And every single time you sort of walk away and say, thank God I did that, because, you know, in the confidentiality of the office, you have that conversation and you reach out. كل شيء بيضل سري انه ما بيطلع لبرا. Oh my gosh. في احترام لسرية الطلاب. على فكرة that, for me personally, that is my golden rule. You know, when they talk about filling out your goals and everything for the end of the year and how do you evaluate yourself, that's the one thing that I rate myself at the very top, because I really feel that because once you lose that with anybody or even students or in the realm of your job, if you lose that trust in knowing that you're being confident, your confidentiality will never be broken, you gain the trust of everything and you can do so much when you've had that trust. Very good. Zainab, شو رأيك أنت كيف فين الأهل يدعموا أولادهم نفسيا ويدعموهم أنه لحتى يكونوا شخصيتهم ويقووا شخصيتهم لحتى يواجهوا هيك أمور أو لحتى ما يتعرضوا لولد تاني كمان؟ يعني بالحالتين لحتى ما يواجهوا البولينج يكونوا هني الفيكتمز ولحتى هني كمان ما يكونوا بوليز at the same time. Speaking from someone not to be a bully, I encourage parents to love their children unconditionally and to continue to empower them each day by telling a child simply, you're amazing, I know you're going to be doing great. It's better than you letting your child know you're failing at this one, you better get it straightened up. So I think letting a positivity with your children kind of eliminates the bullying for the future. That's from someone that's bullying other people. I feel like they lack some kind of positivity at home or at work or at school. So that's something you should be able to talk about with your children. Always leave positive reinforcement instead of negative reinforcement. And for the students that are being bullied, to always let them be open with you at home, to have a not a friendship kind of relationship with you. I don't believe in the friendship kind of parent thing, but I do believe that a parent is able to sit down with their children, have an open conversation without the screaming and the yelling and making them feel neglected. Without screaming and yelling. Yeah. Okay. Unless your children is sometimes. Unless your child is a toddler, you that's a different. You get it. We get those. So أهم شيء نحن بنحسب هذا الموضوع عم نحكي فيه حاليا هي موضوع البولينج, إنه أهم شيء لما نتعامل بهذا الموضوع نتعامل بطريقة إيجابية, لأنه إذا بتتعامل معه بطريقة سلبية أنت عم بتخليه هذا الموضوع يتطور أكثر, ما عم بتعالجه. السلبي ما بيتعالج بالسلبي, السلبي بيتعالج بالإيجابية. تحتضن ابنك, بتحاول تشوف شو الأسباب اللي هو عم بيخليه يعمل هيك أو عم بتخلي شخصيته تكون ضعيفة, وتشتغل مع المدرسة لحتى تكونوا مع بعض كأنه المدرسة الإدارة أو المعلمين والأهل,
لحتى يوصلوا لنتيجة بتكون لصالح ابنهم ولصالح الأولاد التانية. مزبوط؟ لا. أوكي. خلينا بتحبوا تزيدوا شيء على هذا الموضوع قبل ما نقول الموضوع الثاني؟ The only thing is إنه مش شغلة just bullying, just parenting in general. على فكرة, we need to understand a couple things. One, never be afraid to parent. والمشكلة إحنا عندنا هنا في الجالية, يعني in our community, we're dealing with an array of things. For so, يعني إحنا المشكلة, we have a lot of newcomers that come to this country that, and I'm very in. You have to learn how to help everybody to be able to navigate, because you know they don't speak the language, they don't understand the system, yeah. and they're not sure of the law. So what ends up happening is the parents are very timid and afraid to navigate the system. So they're never really sure. And I have to say that, you know, we do a lot of workshops at our school as well to bring in guest speakers and to be able to teach them that. But the one thing that we also have to understand as parents is parenting starts from the day they're born. And I say, I have this thing that I always coined. It was called my three C's. You better learn how to communicate. You better have consequences if they don't, you know, listen, obviously. And you have to be consistent. So be consistent, communicate with your kids, and have consequences. And like I said, it starts from day one. And hopefully you don't get to encounter يعني كل شيء له بهذه الكلمة مهمة, إنه كل شيء بتعمله له consequences. كل شيء يعني أنت عم تعمله بده يؤثر على حدا تاني حولك. يعني كأنه بده يؤثر على رفقاتك ولا على أهلك. أنت منك معزول عن العالم الموجود حواليك. فأنت حيلا أكشن عم تعمل فيها, حيلا حركة عم تعمل فيها, حيلا قرار عم تاخده, مش بس بيأثر عليك أنت شخصياً, بيأثر على الجميع العالم الموجودين حواليك. Does. Underline, and I say underline three times is consistency. We have to be consistent when we're parenting. Okay, Chloe is saying Angry Fortson is great, was following into bullying. Staff is always there to hear you. It takes a child to speak up if being bullying. Or it means, she means it's being bullied, and parents to talk to their kids. Yes. We agree with you, 100%. Chloe. It's a good point. خلينا نقول لموضوعنا الثاني, موضوع كمان كتير مهم عم نطلع كتير هلأ, خصوصا بهيدا الوقت. طلاب, خصوصا الطلاب, عطول على التليفونات وعلى طول على السوشيال ميديا. بشو السبب؟ حتى بقلب المدارس, يعني أنا شفت أكتر من فيديو, ما نح نقول وين بأي مدرسة, بس بكل المدارس بكل أمريكا وبكل العالم, طلاب بقلب المدرسة عم بيصوروا الأستاذ أو عم بيصوروا الطلاب التانيين عم بيقولوا حركات مش مزبوطة وعم بيحطوها على السوشيال ميديا. شو السبب بهيدي الظاهرة اللي عم نشوفها, إنه هلأ الطلاب يعني مثل زور addicted to social media؟ زينب, if you wanna start. I think the first point I would like to make is I think everybody wants to be famous and go viral. So I think that's their first initiative, to be able to pull out their phone and videotape a fight or videotape someone instead of stopping something, for them to post it and get as many views and how many likes they have and how many shares they have. So I think that's very important for teenagers nowadays, I should say, or a lot of middle schoolers. They want to have as many followers as possible. Attention, yani. Attention. Correct. But so a lot of them, they have the attention that they need at home, but they strive for more, and it just becomes an addiction where they're not able to stop, and they want to have more followers than someone else. And if you watch the whole Snapchat thing, they'll say, I hit 100, how many did you hit? And then the friends say, well, I hit 10, I hit 20, follow this person and follow that person. And they're just addicted of how many people have followed them during a certain hour. شو السبب بهذا الموضوع, ان they're addicted to attention? Is it because they're not getting enough attention at home, or what's the case? I think it's called. And again, نحن عم نحكي من تجربة, انه من معلومات نحن, انه تجربة شخصية, مش انه psychology وصص. نحن عم نحكي كأهل وكعالم بهالمجتمع. For me, I'd have to say that we've become such a narcissistic society. يعني والله عن جد, يعني it's you know, like you said, it's how much we become so narcissistic in this society. And I think going back, I sort of blame media also as well, because they're so, you know, they sensationalize so much. I go back to a conversation I had with a professor one time who said to me, because we were talking about media and just the craziness of how things are nowadays. And he said, think about it. It's like a pie, right? You have this pie. Back in the days, you had ABC, NBC, and CBS was only four. So you really didn't have to fight to run out and get stories and say, please, you know, so the ratings and my network can go up, right? So what ends up happening now, you've got a litany of media outlets, right? You've got cable, you've got everything that you can imagine. And so what, and you're breaking up this pie instead of with these four networks. Now you're breaking up the pie between, I don't even know how many media outlets are there out there. So now they're trying to sensationalize, and
make everything so huge. Yeah. And you, how many times have we seen stories where I sit sometimes and I'm listening, to the news in the morning as I'm getting dressed, in the choice of words that they use to sensationalize, and I'm sitting there going, really? So it is about, sensationalizing and trying to get, and that's pretty sad. I mean, I don't know what direction it's going to lead us to. Yeah. I don't know, it's huge. It's huge. خلينا نبلش. شو هن بعض النقاط السلبية من خلال السوشيال ميديا وتأثيرها على الطلاب؟ هل يا ترى المستوى تبعهم بالمدرسة بيوطى؟ هل يا ترى انه عم بيعرضوا حالهم للمخاطر؟ هل يا ترى عم بيحطوا حالهم بمشاكل؟ يعني مثل امبارح كنا عم نطلع على السوشيال ميديا والحمد لله انه انتبهوا له الديربون بابليك سكولز rumors around going on انه students عم يبعت تهديدات لرفقاته انه انا I'm gonna blow up the school tomorrow. واو هيدي امبارح انتشرت على اتسل فورد. وصلت للمدرسه وصلت للاداره وتدخلوا ديربون بوليس وهلا بعثوا لي مسج انه كانوا ثلاث طلاب ولقطوهم ديربون بوليس. كثير مهم الاهالي يفهموا انه حيالله شيء بيصير على السوشيال ميديا منه مسخره. له consequences 100%. يعني كيف في طلاب كثير نحن شفناهم صار معهم هلا مسدميمير ومحطوطه على الريكورد تبعهم هلا بس يروحوا بعبوا على الجاب عم تطلع بالباك جراوند تشيك تبعهم انه هن عاملين شغلات وعم بتاثر عليهم انه هن يفوتوا على جامعات محدده او انه يعبوا على وظائف محدده. فنقطه كثير مهمه هيدي عم نحكي عنها من هالموضوع هو قسم من حلقتنا بس هيدا بده حلقه بذاته بتحكي تبعها. خلينا نبلش بالمخاطر على الطلاب كطلاب. شو هن المخاطر اللي ممكن يواجهوها الطلاب بتواجدهم على السوشيال ميديا؟ Hala, going forward to their future academics, future jobs, it's taking a big toll on them. I myself, for one, I do all the hiring process at Educare, and there's numbers and numbers of tutors that I have not hired due to the way that they post on social media, and it takes a big toll on them. Yeah. So them just posting something, backlashing their old company, or backlashing the a certain advertisement, or saying negative things 24/7, I wouldn't want them to be part of my company due to the way that they expose themselves on social media. So it does affect them going forward to their jobs. I mean, سمعناها أكثر من مرة companies كبار يعني مش بس Educare حيلا company كبار إنه رفضوا يوصفوا حدا أو زعبوا حدا كان بيشتغل عندهم وزعبوه لأنه كاتب شغلة مش مزبوطة على السوشيال ميديا أو معلق شغلة بطريقة غير مزبوطة على السوشيال ميديا. على فكرة إحنا بفورتد and I just want to say one thing يعني إحنا بنحكي عن مشاكل يعني we're not just targeting just Dearborn by the way. This is a general conversation because it's very frustrating sometimes when we want to try to solve or get involved or try to be a team player in making a better community, right? People tend to think, oh, it's this community or it's this school or that school. When we speak of these issues, we're speaking in general, right? So because anything that happens here is typical teenage stuff, and sometimes some of this stuff is serious, but it happens across the board. It's all over the country and anywhere and everywhere. So I just want to put that out there real quick. هلا خلينا نركز على قصة المخاطر لما شو هن المخاطر اللي بتعرضوها خصوصا التلاميذ. ما بدنا نحكي عن الكبار هلا, نحن بدنا نحكي عن التلاميذ الموجودين بالهاي سكول بالميدل سكول اللي عم يحضرونا واللي عم يسمعونا. فيكم تشاركونا بالموضوع اللي نحن عم نتحدث فيه على ارقام التليفونات من ديترويت على 313-769-6666 313-769-6666 ومن وينزر كندا على 519-256-1023. شاركونا بارائكم اذا مرئين بحالي من هالحالات اللي نحن عم نتحدث عنها او برايكم بهذا الموضوع اللي نحن عم نقوله على ارقام التليفونات, او فيكم تطلعوا على الفيسبوك وتشاركونا برايكم كمان على الكومنت بوكس اللي هو موجود. كسيفتي وايز, انه انت موجود على الانترنت, كسيفتي وايز شو هي بعض المخاطر اللي بيواجهوها هودي التلاميذ اللي هن بعدهم ما هن عارفين يعني شو هي الطرق اللي فيهم يحموا حالهم فيهم من السوشيال ميديا؟ احنا على we're constantly هلا for us we've done numerous workshops, we've brought in actually somebody from the state about okay to say. We brought them in to talk about internet safety. We brought in the Dearborn Police to talk to parents and students as well about, what you can and can't do on social media, what you can and can't do on your phone. We've had workshops with parents, and it's really, I shouldn't say surprising, but I mean, they don't realize the things that, the consequences of the things that can bring to you when we're talking about some of the social media do's and don'ts, if you want to say, you're with parents. Yeah, you're kind of on the edge of
what I think of it, because I've seen it so many times on social media, the parents want to be able to look through their child's phone just to make sure everything is okay, but then they're invading the child's privacy, and they don't want to do that one because they want to trust them. But at the same time, if you look at the text message I get per day, there are so many numbers that it says click here to subscribe, and when I click on it, it's bringing, if a child was unaware of that, it's taking them to a guy's profile, and it's showing them different stuff that they shouldn't be able to see. But parents themselves, they don't want to look through the child's phone. Right. Or if they do look through their children's phone, they're kind of invading their privacy. So you're kind of like on edge. I think the best method is, and that's speaking from my personal perspective, parents should sit down with their children and to let them know the dangers that social media, it's better to hear it from their own parents than for them to be exposed to it and see it with their own experience. يعني حتى في مرة طلع مسج على الأخبار قالوا إنه انتبهوا في لينك, يعني حطينا نحن مرة على الواتساب ميديا في لينك بينبعث للهودي الموجودين على خصوصا بدي تارجت هن كيدز and teens. As soon as they click on the link, they can track them. It's a GPS. They can track their location and see where they are. فمهم كتير هاد الأهل ينتبهوا عليها, أنه الأولاد اللي عندهم تليفونات especially سمارت فون اللي بيطلعوا فيها على السوشيال ميديا وبيطلعوا فيها على الانترنت, مش حيلا لينك وحيلا مسج بيوصلهم يكبسوا عليه دغري ويروحوا على اللينك, لأنه في منهم هودي اللينكس مثل ما قلنا قبل شوي they track, يعني بيتبعوا أولادكم وينهم وبيخطفوهم لا سمح الله أو شيء أو بيتعرضوا لهم. فكتير مهم أنه على طول مثل ما تحكي زينب أنه يكون فيه أنه open relation مع بين الأهل وبين الطلاب لحتى وبين أولادهم, لحتى على طول يحكي لهم شو عم يصير معهم لحتى يقدروا يحموهم أو يقدروا يعطوهم النصيحة اللازمة لحتى يحموهم من هاي الأشياء. Honestly, Snapchat now it's getting more intense with kids. They are able to track their location for, I guess, friends to me. But now you wanting so many friends to be on your Snapchat, kids tend to add everybody. Hey. And when a certain person tells them, let's meet up somewhere, or if you leave your navigation on Snapchat open, they're able to see exactly where you are from 9, 10 o'clock if you're just at the park with your friends. And so many incidents have happened where people have been getting kidnapped just because the application is giving them the ability to locate where خصوصا على سناب شات طلعت اول هذا ما عملوا الابديت تبعهم انه فيك انت تدوري اللوكيشن وحده وفي رفقاتك يعرفوا انت طول النهار وينك where you are. Yeah. Listen, technology is going to be the epic thing. I mean, it's just so, and it advances every single day, every probably second. I don't know. Honestly, at the end of the day, I think you go back to the basics of creating that trust between your kids. Mm-hmm. And I'm a believer that as the adult in the whatever situation, whether me as an employee, you know, working with students or as a parent at home, I think it's incumbent upon me. It's my responsibility first to respect the student or respect the child first. Okay. Because I'm teaching them, and I should never walk into a situation and say, oh, you should respect me, right? Well, I'm going to respect you first so that way you can respect me and show you. So I think that's also something that we need to learn as parents, but also parents need to stop being afraid to parent. مظبوط. عندنا منى على الفيسبوك بتقول social media plays a big role for students and individuals more than anything. We should always look how it would affect our future before posting, whether it be on Facebook or comments on Instagram. 100%. نقطة كتير مهمة منى, كمان thank you على تعليقك. And listen, and you know, it also has good things to it. I mean, you get kids that are using, you know, networking and all this for positive things as well. I mean, I have a student that I, from middle school all the way on up, this kid has been phenomenal in navigating his way and designing websites and creating things with the computers. I couldn't even begin to tell you the terminology because I'm not a computer savvy person. But this is a middle schooler coming into high school, and he's creating a career for himself in the most positive way. So, I mean, you know, you gotta make sure that you're looking at every angle. It has its good and it has its bad, I guess. Very good. هلا النقطة من هيدي الباد اللي صارت هي المومو تشالنج اللي صار مش من زمن بعيد. قبل ما أنا أخلص من موضوع ال student on social media, عندكم حيلا تعليق على هيدا الموضوع زينب أو جاكلين قبل ما أحكي عن المومو تشالنج, لأنه عندي معلومات كتير عنه. I did some research about it لأنه سألنا عنه كتير نحنا.
على السوشيال ميديا على واتساب ميديا نتورك، فحبيت انه وعي الاهل واعطيهم انا المعلومات اللي قدرنا نحصل عليها من مصادر موثوقه اللي بيشتغلوا بالانترنت بهيك مواضيع. بالنسبه للمومو تشالنج، بتعرفوا شو هو المومو تشالنج؟ شو زين؟ I didn't know until this weekend. This past weekend I had no clue, and when I found out what it was I was shocked. اوكي لو قدرنا على الفيسبوك رح امرقكم صور، نحن زينا فيك تمرقي الصور، رح امرقكم صور عن الكاركتر اللي هو عم يطلع لل هن يجر تارجتينج كيدز الموجودين على اليوتيوب، سبيشلي هيدا في يوتيوب كيدز يوتيوب كيدز يوتيوب كوركت، ذاتس وات اي هيرد. فكيدز اون يوتيوب هلا عم بنرق لكم الصوره، نحن موجوده هلا على اللي عم يحضرنا على الفيسبوك صوت وصوره، في شوف عن شو عم نحكي نحن حاليا. اسمه المومو شانل، المومو تشالنج اكشلي، اللي بيصير انه الولد بيكون عم يحضر فيديو على اليوتيوب، بتطلع له هيدي الشخصيه عندها تم كبير وعيون كبار، وبتقول له انه فور اكزامبل اذا انت ما بتعمل اللي انا بدي اقول لك عنه، بدي انه اقتل لك اهلك لا سمح الله، او اقتلك او اتعرض لك للخطر، وبتطلب منهم انه يعملوا حركات ياذوا حالهم فيها. عنا اتصال بعتقد كلي. ف كثير طلاب او كثير اولاد اجى ريبورتس على الميديا انه عم ياذوا حالهم من وراء هيدا من وراء هيدا التشالنج، وعم بيأذوا عالم تانيين حواليهم، اخواتهم او حتى تاني مثل انه يضربوا حالهم او يضربوا حالهم بمواد باداة حادة او شيء. ف كثير مهم الاهل ينتبهوا لهيدا الشغله. خليني اخذ الاتصال وبرجع بحكي لكم شو قصة المومو تشالنج. مين معنا؟ تفضلوا. هاي this is منى. هاي منى، تفضلي منى، شو تعليقك او سؤالك؟ I just want to say what a good show this is. I think it's highlighting a lot of important topics that we need to discuss, such as bullying, especially in the social media, because I think a lot of parents, like Jackson said earlier, they're not familiar with the social media and how it works and everything. So I think it's really like highlighting a lot of important things about it. Just for the Momo challenge, hey. I'm not really sure what it is. Hey. And then how can we avoid like things like that happening, or how prevent our kids or cousins or anything from viewing that? سؤال كتير مهم. منى هلا رح اعطيكم معلومات كيف فيكم تحموا اولادكم من ذلك. Thank you منى. بس منى خليكي معي شوي، بعدك معي. عندك اخوه اصغر منك منى؟ عندي 6. كيف بتتعاملوا معهم انتم بالبيت، كونك انت اختهم الكبيره، كيف بتتعاملي معهم بالبيت بالنسبه لما اذا تعرضوا لشيء بالمدرسه او عندهم شيء مشكله شيء بالمدرسه او انه على بالحياه تبعهم بشكل عام؟ Yeah, so Ani and Ikhwete were very close. I try to keep an open communication with them. And I think it's important to recognize, like, كل ولد مش نفس الشيء. ما في كون عملوهن. Like, Ani غير من أختي الصغيرة وخي غير من خي الأصغر منه. So I think we try to tend to their strengths, because my brother Muhammad, for example, he's really good at basketball, so we try to show up to all his basketball games. Manaj, she's really into dance and stuff like that, so we tend to each of their talents, and we let them know what a good job they're doing. That's a great way. Yeah, but I am still great. So if their grades So yeah, that's what thank you على اتصالك. حيلا واحد بحب يشارك معنا بالموضوع اللي نحن فاتحينه من ديترويت على 313-769-6666، ومن ونزل كندا على 519-256-1023، او فيكم تحضروا الحلقة على الفيسبوك. ومثل ما مبينين جاكي هيدا المومو تشالنج دكوينو، نحن عم نبين هلا على الفيسبوك عم يحضرونا، فيهم يشوفوا الصور اللي نحن عم نمرقها هلا حاليا للمومو تشالنج. سو بالنسبه للمومو تشالنج كنا عم نقول لكم هو هيدي لعبه عم عملوها اخترعها واحد او وحده ياباني، وكانت المفروض انه هي ازياء وما ازياء، فتم استعمالها بطريقه غير مزبوطه، وانتشر تشالنج على اليوتيوب كيدز. اهم شيء انه للاولاد هيدا عم بيحرض الاولاد انه يقوموا بشغلات عدوانيه اتجاه اخواتهم واتجاه حالهم، او هن هيدا التشالنج رح يقوم بقتل اهلهم. فلو اكثر من themselves. ايه حتى kill themselves too. فعنا اتصال تاني كمان، تفضلوا مين معنا؟ الو مرحبا. يا اهلا وسهلا، مين معنا؟ معك يا بتشكرك على هالبرنامج وعلى الموضوع اللي حاطه. بس انا برايي اول شيء المشكله من الاهل. اللي الولد عمره 9 سنين و10 سنين محملينه ايفون ومحملينه تليفونات لحتى عم تفوت على هالاشياء. ثاني شيء المدارس،
مفروض تمنع الطلاب تاخذ تليفوناتها على المدارس. هي اول شغله لازم تنعمل. لا بعرف اذا انت من رايي او لا. اكيد انا من رايي. لا وكمان معنى جاك المسموح الطلاب يفوتوا تليفونات على المدارس. Yeah. هلا بالنسبة للتلفونات بالمدارس, you know, if it was up to us, we'd say no. But unfortunately, you'd be surprised how really the battle is not from the staff and us, but it's from the parents. Okay. They want their kids to have the phones. Yeah, and I'm sorry to say that. صوتك اللي عم بيحمل الولد اللي عمره 9 سنين و10 سنين تليفون, هيدا اللي عم بتخرب الاولاد. مثل الاولاد اللي عم بتخرب السوشيال ميديا, الاهل اللي عم بتخرب اولادها بتفتشي بتطلعي ما عادش في حالات اجتماعيه بالبيت, ما عادش في حياه. بتلاقي الام على تليفون والبي على تليفون والبنت باوضتها على تليفون والصبي باوضته على تليفون, ما عادش في حياه بالبيت. هيدا كله غلط, هيدا كله غلط. بتشكرك انا على اتصالك وعلى رايك اللي هو احنا بنحترمه كمان. ثانك يو. ثانك يو في كل اللي ذوق الحلقه. واحد مثل ما قلنا لكم بيحب يشاركنا بهذا الموضوع, موضوع كتير مهم وبمسنا نحن كعائله, يعني كعائله وككيان وكموضوع. فبالنسبه للمومو تشانل كنت عم بحكي لكم عنه, ففي طرق لحمايه اولادكم من هذا الموضوع الكترونيا. اهم شغله انه ابقاء المعلومات الشخصيه سريه, يعني الباسورد واليوزر نيم تبع الاكونت تبعكم يكونوا سريين, وحاولوا تغيروهم يعني كل فتره شهر او شهرين. حاولوا تغيروا الباسورد تبعكم تبع السوشيال ميديا وتبع يوتيوب. كثير مهم انه يتغير الباسورد وتغير اليوزر نيم تبعكم. ثاني شيء هو انه تشجعوا اولادكم على حيلا مشكله بتصير معهم يلجأوا لكم للاهل. يعني ما يكون عندكم, ما يكون عند الولد نفور من الاهل ويخاف من اهله او شيء. لا, عودوهم انه لما حيلا شغله تصير معهم على طول انه اول شخص او اول شيء يلجأوا له هو لكم للاهالي. وعند استخدام الحاسب او الهاتف الذكي امام الاسره, حاولوا قد ما فيكم تحدوا من استخدام التليفونات ومن استخدام الالكترونيكس لما بيكونوا اولادكم حدكم. لانه اذا بتاكل تفاحه هلا قدام ابنك رح ياكل تفاحه, واذا بتاكل كاندي وشوكولاته وسيجاره وبتشرب سيجاره وارجيله ابنك رح يطلع مثلك او بنتك رح تطلع مثلك. مزبوط ولا لا يا جيم؟ 100%. You know, I don't keep up with بالعربي. You have to practice what you preach. مزبوط. Okay. And يعني if you don't practice what you preach, then you have no business talking to your يعني kids. يعني لكن بصير فينا مثل هذا, بروح عند الدكتور بيقول له الدكتور انت لازم توقف الدخن لانه الدخن التدخين بيأثر على قلبك, وشو بتلاقي الدكتور هو عم يدخن او عم بيرجل. ما فيك تطلبي من ابنك او بنتك انه يحدوا من استعمال التليفون ويحدوا من استعمال السوشيال ميديا وانت قاعدة من الصبح على العشية على السوشيال ميديا. في صورة حلوة حتى واحد امبارح وحدة عم بتحمم ابنها بالسينك ونسيته بقلب السينك, قال له مام did you finish your social media تعشيريني بالسينك. No way. على فكرة هاي المومو, do you know why momo? For 4 or 5 year olds it sounds like it's saying mama. ماما مزبوط. فضلوا مين معنا؟ الو الو مين معنا؟ الو hello you're on the radio, you would like to say something about the topic. هذا مومو. طيب مش عم نقدر نسمعك. اذا بعدكم عم تسمعونا ارجعوا دقوا لنا على ارقام التليفونات اللي هي من ديترويت 313-769-6666 ومن وينزر كندا 519-256-1023. بنكمل بعد في نصيحتين كمان عطوهن للولاد بالنسبة لقصة المومو أو غير مومو. حيالله شيء بيتعرضوا له على الانترنت, انه تعلموا أولادكم انه مش كل واحد بهالدنيا شخص منيح, في أشرار بهالدنيا. مزبوط. Sure. There is bad people and there is good people. مش يعني not everyone out there is a good person. مظبوط. لا يا زينب زعيتر. my daughter Fatuma, she learns from me and my husband. And when she sees Noor doing something that she's not supposed to do, she'll come to us and she'll say she's climbing on the table, can I go give her the deed? So they know from bad from good at an early age. You begin to teach them. على فكرة I'm a huge believer. My dad used to always say, هاي كلمة بعرفها بالعربي, الصحبة right? يا بتخرب يا بتعمر. سو على فكرة فكتير مهم الأهل يعرفوا أولادهم مع مين عم يمشوا. كتير مهم, لأنه كل من تعاشر
أقول لك من أنت. There you go. That's another one. إذا مشي مع صاحبة سوء وبيدخنوا وبيشربوا وبيطلعوا طلعات مش مزبوطة بدك تتأسس حتى لو كنت أنت شو يعني. حتى لو كنت على مصلية وشفت شغلي مش مزبوطة بدك تنجرف. عنا اتصال كمان تفضلوا مين معنا. Hello. Hello, hi. If I'm feeling bullied, what should I do? If you get bullied, what should you do? That's a great question. I can't talk to my family. Can you talk to your family? Okay. What's your name? Nermeen. Nermeen. طيب Nermeen, which grade are you? 10. That's great. Okay. Thank you, Nermeen, for your call. خليكي معنا على الهواء هلا منجاوبك على سؤالك Nermeen. So Nermeen is saying, if I get bullied, what should I do? Obviously, you know, hopefully you have a great relationship with your counselor. Okay. And because I don't know what school you're at. So for us, you know, we have liaisons for every grade level. You can find a liaison, but find that person at that school that you're really comfortable with and that you could talk to. And make sure that you sit down with them and have that conversation. And it should be addressed right away. I mean, if it's really something, either and obviously with your parents, Habiti, you know, make sure that you talk to your parents and let them go walk into the school with your parents and have a meeting with the principal or whoever you feel comfortable with or safe. The word safe is more important, is safe that you're okay. That you can talk to. عنا اتصال كمان على الهواء تفضلوا مين معنا. Hi, Reem. Hey, Reem. تفضلي. شو تعليقك أو your question, Reem? It's more of a comment. I just wanted to comment and say that this situation is very important and it's very scary because I teach young third graders and, you know, last week, 4 or 5 of them have come to me and told me that they're scared because of the Momo challenge and their friends are being part of it and they don't know what to do. And it's very, very shocking to me that I can see this happening in my own classroom. Wow. Wow. How did you act upon what happened in your classroom, Reem? Well, I definitely asked them if their principal has gotten involved, if they've told their parents, and I've tried to talk to them and tell them, please, whatever you do, don't get involved, just stay away from it. If anytime you hear something, go tell your principal or your mom or your dad. Good. And, yeah. Amazing. I'm glad that you are on top of things and thank you for sharing this with us because this is very important for parents and other teachers to hear and listen so they can be aware of it. مشكورة كتير على اتصالك كريم. شكرا لمتابعتك. Thank you. عنا يحيى بعت لنا مسج على الفيسبوك عم بيقول انا صارت معي باتصال مفاجئ انه في حدا بده يقتل ويعمل قصص فعمل ريبورت هو لجوجل وجوجل لغت الاكونت تبع هذا الشخص اللي كان عم يتعرض له. ففي نحن شغلة اسمها سايبر بولينج هيدي كتير بتصير وكتير اشخاص بيوصلوا مسجات انه انا بدي انه اعمل لك هيك واذيك وما بعرف شو هي على طول لما بصير معكم هيك الشغله اعملوا ريبورت لهذا الاكونت اللي عم يعملكم هيك وحتى اذا بتحس انه حياتك بخطر اتصلوا بالبوليس 100% ما خسرون شيء دق لهم 911 قول لهم انا صار معي 1 2 3 بالبوليس عندهم يونت خاصه بالسايبر سيكيورتي بيقدروا هن يتعاملوا مع هيك مواضيع كثير مهم انه توعوا اولادكم توعوا حالكم عن هيدي الريسورسز الموجوده عندكم لتقدروا تحموا حالكم وتحموا اولادكم لانه ما بده يصير معنا مثل هودي الاشخاص اللي عم نسمع اخبارهم بالنيوز كل يوم هيدا قتل حاله او عمل سوسايد لانه هيدا حط له صوره ما بعرف كيف على الانترنت او بعث له تهديد او راح قال له لقيني ما بعرف لوين ولقيته البنت وخطفها وما بعرف ما بدناش الحاله تصير مع اولادنا مزبوط yeah and I think our district especially takes these stuff very very seriously so the one thing that I've learned in dealing with you know sitting in meetings and stuff like that with law enforcement and parents or whoever in situations is that you always make sure that you screenshot any kind of evidence of communication anything that you can keep that would help you give to the police officers or to law enforcement that can help investigate cool. and sort of figure out how to you know 100%. Yeah see who's doing what because they need the evidence obviously, okay. obviously so okay خلينا بس لحتى نستفيد بعد عنا تقريبا شيء 5 دقائق 6 دقائق بدي احكي عن الامتحانات الرسميه اللي بياخذوها الاولاد خصوصا ال NWA وال SAT في ال SAT is coming up ب مارش وابريل
التلاميذ بياخدوه في الـ NWA امتى بيصير زينب بياخدوا الطلاب؟ الـ NWA usually April or May. April or May. تقريبا بنفس الفترة الطلاب اللي هن بالإليمنتري وبالميدل سكول رح ياخدوا تيست اسمه الـ NWA والـ M-Step نيتهم بيشبهوا بعض تقريبا إلى حد ما. والهاي سكولرز الـ 9th grade و 10th grade رح ياخدوا هن تيست اسمه الـ PSAT اللي هو بنسميه احنا Pre-SAT. والـ 11th grade و 12th الأهم شيء الـ 11 هن رح ياخدوا الـ SAT والـ 12 اللي هن السينيور some of them بياخدوا لانه ما بيكونوا معجبهم السكور او ما اخذوا سكور منيح عشان ما فيهم يفوتوا على كولجز محددين. شو اهميه هودي التست جاكلين؟ على those tests the higher the score there's a lot of opportunities when you take those tests you get scholarships financial aid colleges that you can get into that you want to get into تمام. I mean it impacts you on so many levels obviously تمام. زينة Yeah, the SAT is being provided right now at EduCare Student Service. That's the last class that we are holding before the actual test in April. It does run Saturdays and Sundays for 5 weeks from 10 to 12. تمام. So take advantage of signing up for it by calling 313-566-3733. And just by mentioning that you guys heard about it from the radio, you do get $10 off the whole $250 for the whole 5 weeks. We do have limited seatings on there. I will take advantage of it. It is guaranteed for the students to be able to move up with their scores. We've had someone that's been experienced for over 7 years training the SAT class. So بالنسبة للSAT الطلاب رح يخدوا مثل ما قلنا بمارش أو بأبريل. نحن بإدوكير ستودنت سيرفيسز عنا صف صرنا 7 سنين بنعمله ساعدنا كتير طلاب المئات من الطلاب استفادوا من هيدا الصف. الصف رح يبلش نهار السبت بسبت بتسعة الشهر وبيخلص بأبريل 7. الطلاب بيحصلوا على تقريبا أكثر من 20 ساعة تعليم العديد من البراكتس تيست والمساعدات وكيف هن فيهم يعملوا يسيطروا على الوقت وياخدوا سكور اللي بدهم اياه. وهيدا الصف عنده هاير سكور جرانتيز واذا انت ما بتسجل سكور اعلى من ما اللي انت كنت عندك اياه قبل ما تجي لعنا فيك تاخد ترجع الصف ببلاش. اول صف تقريبا رح يتسكر بعد عنا شي 3 مقاعد فرح نفتح صف تاني. هيدا اول صف وقته هو من 10 الصبح لل 12 الظهر فهيدا الصف تقريبا بعد فيه 3 مقاعد بقلبه. اللي بيحب انه عنده ولد بصف ال 11 او بصف ال 12 يسجلوا له في سجلوا له هلا حاليا يتصل على رقم 313-566-3733 313-566-3733 فيهم يسجلوا اولادهم لهيدا الصف. اذا هيدا الصف انتلى وبعتقد رح ينتلي رح نفتح صف تاني ان شاء الله. الصف التاني رح يكون من 12:30 لل 2:30 فكتير مهم هيدا الامتحان مثل ما قالت جاكلين انه هيدا الامتحان هو بيحدد قديش انه فيك تحصل على المنح منح دراسية بنسميه سكولرشيب واي جامعات فيك تعبي عليهم فكتير موضوع مهم هيدا الموضوع. زينة فيك ترجع تفتحي لي تليفونك بس لحتى في كومنت على فيسبوك بدي اخذها. وبالنسبة للـ NWA زينب شو بيأثر هيدا الامتحان؟ الـ NWA now that we have statewide the third grades are able to being held back it's very important for them to score at level. EduCare does provide a free state assessment to determine the student's level so take advantage of it by calling the exact same number 313-566-3733. The class that is being provided right now for the NWA is full but you can still take advantage of having either a private session or a group session. Those are still open. So already full قبل ما نعمل له advertisement it got full after the second day that I announced it to the parents but there are other classes that they are able to get in on. Jacqueline, شو الفيدباك تبعك اللي بتاخديها من الأهالي عن EduCare عن تعاملهم مع EduCare؟ So صار لنا فترة عم نشتغل مع EduCare. A lot of the kids go to tutoring from there. You guys have provided really good service. I will say that you guys have been good friends of mine for a long time, so I don't give you carte blanche, you know. I know you always have checks and balances, right? And here's why I say that. I only say that because I don't want people to think, oh, she's just saying that, right? No, 100%. It truly is. When I tell people, it's been I don't know how long now, and I ask parents, I ask students when they come back, how is the service? Are you benefiting? I have yet to have at least for me, I have yet to have anybody come back and say, you know, it was a waste of time. It didn't help my child. They didn't benefit from anything in all the years that we've been working. What were you going on? 5 maybe? If not more. So far, it has really been a positive response and a positive result for you guys and the students. Thank you, Jacqueline. Thank you, Zainab. نحن وقتنا صار قصير بدي حاول اختم الحلقة ما فيني بي ان نعمل راب اب للحلقة. شكرا لكم لانه تواجدتم معي واخذتوا من وقتكم لتكونوا معي.
معي. عندي فاطمة عم بتقول على الفيسبوك, تحياتي لك أختي فاطمة. There is a problem that teachers can't manage their classes and they said all students doesn't behave good and they sell snack for the students. أنا بوعدك إنه تابعوا لهذا الموضوع. قلت لي عنه الصبح وإن شاء الله I will reach to the school and see what's going on, لأنه هذا موضوع كتير مهم ولازم نتابعه, إنه الأساتذة عم بيبيعوا سناك بقلب الصف ومنهم عم بينتبهوا للطلاب تبعهم. مواضيع كتير مهمة طرحناها اليوم, تحدثنا عن البولينج وتحدثنا عن السوشيال ميديا وتأثيرها على الأولاد, تحدثنا عن الموما تشالنج وكيف يكون تحموا أولادكم من هذا الموضوع, وتحدثنا بآخر الحلقة عن الامتحانات الرسمية اللي بياخدوها الطلاب إن كانوا بالابتدائية وبالمرحلة المتوسطة بمرحلة الثانوية. في تستين مهمين بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة, في تست اسمه NWA رح ياخدوه أولادكم, بياخدوه 3 مرات بالسنة, بأول السنة بنص السنة وبآخر السنة. العلامات تبعه كتير مهمة لأنه المدرسة والستيت بيحددوا إذا الطلاب هن على الليفل ولا مش على الليفل ولا هن they're really above level. فكتير مهم هذا الامتحان. الامتحان الثاني تحدثنا عنه هو SAT اللي بياخدوه الطلاب بالصف 11 وال 12. كتير مهم انه ولادكم ياخدوا سكور عالي كتير عليه, هيدا مش عالي كتير بس ياخدوا سكور عالي انه يخولهم لحتى يحصلوا على منح دراسية, واللي بيخولهم على يفوتوا على جامعات محددة, يعني مثل ميشيغان ان اربر, مثل هارفارد. عندنا كتير طلاب راحوا من مدارسنا, راحوا على هارفارد وعلى يال وعلى مدارس تانية, جامعات مرموقة. فانتبهوا على هذا الموضوع. في مؤسسة تعليمية صار لفترة عم بتساعد طلابنا هون بالجيلي, صار لأكثر من 7 سنين موثوقة, عندهم تيم عطول معكم حتى بيروحوا على المدارس وبيسألوا عن طلابكم, اسمها Educare Student Services. رقم التليفون عندهم هو 313-566-3733. أنا بنهاية الحلقة بدي أتمنى عيد ميلاد سعيد لبنت أختي سعدة هاشم, لأنه قالت لي خالو please tell me on the radio happy birthday. So happy birthday سوسو, كل عيد وأنت بخير إن شاء الله يا رب. You're the first in our family to reach 16, so happy 16 and sweet 16 تقوليك حبيبة قلبي. وتحياتنا لكم جميعا, تابعونا على طول على السوشيال ميديا, شو الأخبار ويب تي في, واتساب ميديا نتورك, على الويب سايت, على كل مواقع التواصل الاجتماعي, على نيوزلتر, على الراديو. كان معي كلي من وراء الكنترول وزينة من وراء الفيسبوك. فشكرا لكم, إلى اللقاء, إلى أن نلقاكم الأربعاء الجاي.